وللمزيد من التوضيحات ينضم إلينا مباشرة من الرباط السيد ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء. مساء الخير. أبدأ معك سيدي بالمستجدات، وهو أنه تم تسجيل أعتقد نحو 6 هزات ارتدادية جديدة في أعقاب هذه الهزة الرئيسية، وهو أمر يعني يثير مخاوف الكثيرين. حتى نطمئن المغاربة، فهل الأمر طبيعي يعني بعد وقوع هزة رئيسية كالتي وقعت؟ نعم، يمكن اعتبار هذه الهزات الارتدادية طبيعية وفي محلها. سجلنا 6 هزات متوسطة، ممكن بعضها شعرت بها الساكنة في المجال الجغرافي القريب من البؤرة الرئيسية، والباقي أظن لم تشعر بها الساكنة. نحن الآن نقوم بتسجيل كل الهزات الصغيرة في المنطقة، وأغلبها لم تشعر به الساكنة، فقط يتم جدولتها في الكتالوج السيسموي. يعني هذه الهزات كما قلتم ستستمر طيلة الأيام المقبلة؟ نعم، ستستمر هذه الهزات الارتدادية، شيء طبيعي، لكن بالمقارنة مع ليلة أمس هناك انخفاض في عدد الهزات الارتدادية. مررنا من هزتين خلال 3 دقائق إلى هزة كل 15 دقيقة أو 20 دقيقة الآن، وأظن تناقص الهزات مستمر. يعني هذا الزلزال لم يحدث منذ أكثر من يعني من 100 عام، كيف نفسر وقوعه يعني في هذه المنطقة، وهل هي يعني منطقة تشكل منطقة نشاط تكتوني؟ فعلا المنطقة تعرف نشاط زلزالي منذ سنوات، لكن بمعدلات منخفضة. كنا نسجل زلزال بين 4 أو 5 درجات على سلم ريشتر كل سنتين تقريبا في هذه المنطقة، زلازل أقل قوة كل سنة، معدلات منخفضة، لكن هذه المرة فوجئنا بزلزال قوي في مستوى 7 درجات على سلم ريشتر. لم يكن يذكر في المصادر التاريخية في المنطقة في حجم الدمار، لكن دائما هناك تفسير جيولوجي لما وقع. ممكن أن الهزة الأرضية المسجلة ليلة البارحة ب7 درجات على سلم ريشتر جاءت متأخرة زمنيا عن وقتها، ممكن بضع سنوات من التأخر أضاف تراكم إضافي للإجهاد التكتوني، بما سبب انبعاث كل هذه الطاقة الكامنة عبر هذا الزلزال. يعني وقوع هذا الزلزال كما قلت لم يكن مفاجئا بالنسبة لكم وللعديد يعني من خبراء الجيولوجيا، المفاجأة يعني كانت في قوة هذا الزلزال، هل يمكن أن تشرح لنا أكثر يعني ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الفالق أو الصدع الجيولوجي المسؤول على هذا الزلزال قد امتد لمسافة أطول مما كان يجب، إذ جر معه فوالق جانبية أخرى، مما جعل هذا الامتداد ديال الصدع يكون أكبر. كلما كان الصدع أكبر كلما كانت قوة الزلزال أكبر على سلم ريشتر. نقول يعني دائما على أن الزلزال لا يقتل، ولكن المباني وانهيارها هو ما يودي بحياة الناس. بحكم يعني تخصصك في هذا المجال، ما هي التدابير التي يمكن أو يجب اتخاذها دائما إذا كنا داخل أو خارج البيت عند وقوع هزة أرضية؟ وكما يعني تابعتي معنا، فالناس بالأمس يعني الأغلبية كلهم خرجوا للشارع والمساحات يعني المفتوحة. نعم، رد فعل طبيعي في مثل هذه الحالات، خصوصا للناس الذين ليست لهم تجربة
في أحداث الزلزالية كهذه. المباني عندها مستويات من المقاومة الزلزالية، بعضها يقاوم بشكل جيد الزلازل، بعضها نسجل فيه بعض التصدعات وبعض التشققات حسب يعني طريقة البناء، المواد المستعملة إلى آخره. يمكن الرجوع فيما بعد ومعالجة هذه الصدوع والتشققات في الجدران إلى آخره. أما البنايات التي لم تظهر عليها أثر للزلزال فهي سليمة ويمكن العودة إليها بكل اطمئنان. المباني المتأثرة أظن يجب انتظار الفرق التقنية لتعمل فحص لهذه المباني لمعرفة مدى قابليتها للسكن من جديد، أو تستلزم إصلاحات أو تمتين تدعيم لتكون صالحة للسكن. سؤال أخير أستاذ جبور، ما يتم يعني الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما قلنا يعني أنه هناك أخبار مزيفة، هو أنه يمكن التنبؤ بالزلازل واتخاذ الاحتياطات. يعني هناك بعض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ويقولون علاش ما علموناش قبل باش نتخذوا الاحتياطات اللازمة ديالنا. فأريد منك يعني جواب شافي على هذا الموضوع، هل ظاهرة الزلزال يمكن التنبؤ بها؟ عكس ما يقال، الزلازل لحد الآن لا يمكن التنبؤ بها بدقة، فقط هناك دراسات اعتماد على الاحتمالات، نسب مئوية معينة لكن ليست دقيقة ولا تستعمل للتنبؤ، في حين أن البناء المضاد للزلازل يعطينا دائما نتائج إيجابية، وحين وقوع الزلازل نرى أن المباني الجيدة تصمد وتقاوم الارتجاج الزلزالي. هذا كل الفرق بين التنبؤ والبناء المضاد للزلازل. دول كثيرة تحاول إيجاد طرق وتقنيات للتنبؤ لكن لحد الآن لم تصل إلى نتائج مؤكدة في هذا الشأن.